وفي السياق ذاته أشادت جامعة الدول العربية بعملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة. وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال إن عملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة والتي نفذتها القوات الجوية لمصر والأردن والإمارات وقطر تمثل اختراقا مهما ومقدرا من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة. نشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال